حلو حلو حلو، مش مع الحلو مع شاب شادي، لا مع الحلو. وبعدين بتعمينا دايما اكلات طيبه، رح ننتقل لعنده لحتى نشوف وين صار بتحضيراته ورشه ملح. احبائي صباح الخير وينعاد على الجميع بالصحه والعافيه يا رب، يكونوا كل ايامكم اعياد وكل دقيقه بحياتكم تكون فرحه وابتسامه. واحد اثنين، اليوم نهارنا كمان كتير حلو، كان معجعج مثل ما بلشنا كمان الصبح كمان بالحلويات وبالسكر وبالعسل وهالقصص، فرح نحاول قد ما فينا هلا نحكي عنهم ونحاول نوصل هالمعلومات بطريقه حلوه تكل شخص منكم عم يحضرنا. اكيد هلا انتم بتكونوا حضرتوا الحلويات العيد، بس في عالم ممكن يكون لا، لانه العيد عندنا اليوم وبكره والتنين، وفي عالم يمكن قاعدين كمان بالبيت يوم الثلاثاء. طيب شو بلشنا اليوم؟ بلشنا نشتغل بطريقه كمان او بشيء كتير سريع، يعني ما بده كتير تحضير، هو عجينه العصملية او الشعيرات الكنافه. في اشخاص بسموها، لانه في كتير اشخاص بالدول العربيه بيشتروا عجينه العصملية بيطحنوها وبيستعملوها تيعملوا منها كنافه، وهيك كمان بيعملوا الكنافه النابلسيه. اما تتعملوا الكنافه المضبوطه بتكون فركه الكنافه، اما تنعمل العصملية اكيد هالشعيرات موجودين فينا نشتريهم، وفينا نعمل منهم عش البلبل او نعمل منهم لفائف العصملية او رول العصملية. خلينا نشوف هلا شوي صغيري هالرول كيف بينعملوا. انا اكيد عملناهم وراح نحكي عن الحشوه عن كل شيء، بس ناخذ فكره كمان عنهم اكثر واكثر. انا عندي هون الكعك بالفرن بلش هلا كمان، ها مثل ما بيقولوا بلش يحمر عندي، خلينا على الواطي بهالطريقه ونرجع لعندهم بعد شوي. عندي صينيه ما فيها شيء ابدا بقلبها، عندي هون كمان من السمنه او من الزبده، بس المفضل اكيد السمنه، دايبه حراره حوالي 30 درجه مش اكثر من هيك. بنجيب نحن من عجينه كمان هالعصمليه او شعيرات العصمليه او الكنافه مثل ما بدكم، بناخذهم بهالطريقه تنقول اخذناهم بهالطريقه يا شادي. هلا في كثير عالم بيشتروا عجينه كمان العصمليه او شعيرات العصمليه طازه، هون ما عندنا مشكلة، يعني دغري بتشيلون وبتغطون بالسمنة، وعم نشتغل طريقة بيتوتية بامتياز، لأنه إذا بدنا نشتغلها بطريقة اللي بيشتغلوها بالأماكن أو الأماكن الحلويات العربية وكيف بيلفوها وكم ساعة بيتركوها، هون بتاخذ معنا وقت أكثر، بس النجاح بيكون أحسن. بس بطريقة بيتوتية بتنجح عنا وطيبة، بس ما بيطلعوا جميلين جدا جدا مثل المحلات الحلواني. ومره عملناها بعدكم ذاكرين، بس اخذنا نحن كمان الشعيرات لفيناهم على الكبايه البلاستيك تبع القهوه وتركناهم، بعدين شلنا كبايه هالبلاستيك واخذت الشكل المضبوط. نحن اليوم عم نعملهم بايدينا بطريقه كمان سريعه. طلعوا شو رح يصير، رح اخذ انا مثلا تقولها رح اخذ شوي صغيره، ما رح اخذهم كلهم، رح احطهم هون بهالطريقه هيك، واجي اسكب عليهم. طلعوا هلا انا عندي صار السمنه عادي، بسكب عليهم السمنه، طلعوا سكبنا السمنه، وبعدين بايدينا بجي بايدينا بنحطهم كلهم، بنحاول نغطسهم كثير بالسمنه حتى كلهم اوكي، لانه هن بيكونوا شوي صغير يابسين هيك. طريناهم طلعوا شو حلوين. من بعد ما نطريهم بناخذ نحن اذا بدنا نعملهم كبار او بدنا نعملهم صغار. شو معنات كبار وشو معنات صغار؟ كبار معناتها عملناهم بهيدا الحجم او بهيدا الحجم اللي اكبر، اذا شايفينهم كمان قدامنا اوكي، يعني اذا بتشوفوا كمان هون عنا هالحجم او هالاحجام اللي شايفين قدامنا هودي كبار. اما اذا بدنا نروح لهون طلعوا كمان هون هون، ايه هلا وصل وصلنا لك وين هني. لك شو عملتها صغيره هون بحبه كمان الفستق الحلبي، وهون كمان شو عملناها كمان اكبر بحبتين ثلاثه فستق حلبي، وفينا كمان نعملهم اسا اكبر واكبر باربع حبات من الفستق الحلبي او غيره او غيره. خلينا نبلش. طلعوا كيف باخذ انا الكميه اللي بدي اياها، تنقول هيدي الكميه، ها بدنا نعملها كبيره. شو بعمل؟ بحطهم على اصبعين، طلعوا هول اصبعين، نقعد بنلف، شايفين شو عم بيصير؟ بقعد بلف وبس لف وخلص، بقعد بثبتهم على بعضهم هيك، طلعوا كيف؟ مزبوطين، وباخذ الحجم، طلعوا وهيدي صارت حجم كبير شوي، بدنا نعمل حجم اصغر، بناخذ كميه اكيد اقل، ومنروح على اصبع صغير، يعني منروح على اصبع واحد مش اصبعين، ومنلفها على الاصبعين، طلعوا كيف؟ ها كمان شغله كثير هينه، طلعوا كمان ها لفينيهم على الاصبعين، وبنجي طلعوا كمان هون هيدي كمان صارت صغيره. تنعملها مثلا اكبر، يعني صار لها كمان نحن نعرف انه انا اذا بدي اعملها اكبر باخذ كمان كميه اكبر،
بمسكهم بهالطريقة هيك، بحطهم كمان على إصبعين وشوي شوي، حتى إذا كان وحدة انقطشت معنا مش مشكلة أبدا، بس أنا إجي طلعوا كيف، أعصرهم مزبوط، أعطيهم الشكل الحلو وأعملها بعد أكبر وأكبر. يعني فيني كبرها وفيني صغرها مثل ما شايفين كمان قدامكم قد ما بدي. والحشوة شو ممكن تكون؟ هلا قبل الحشوة فينا أول شيء قبل الحشوة بدنا نخليهم على القليل ساعة حتى يبسوا على بعضهم، وهي السمنة شو بيصير فيها؟ بس تبرد بتجمد، وهيك كمان الشعيرات بيبسوا معي بياخذوا الشكل المضبوط. هلا أول شغلة. تاني شغلة، قد ما تحطوا سمنة هلا بعدين هي بتشرب السمنة اللي بدها إياها، يعني آخر شيء بتلاقوا بقلب الصينية إنه السمنة نزلت، السمنة الزايدة فيكم تستعملوها مرة تانية. شو هن الحشوات اللي ممكن نعملها؟ هلا أول شيء خلونا ها نشيل هالكفوف من إيدينا ونشيل الصينية، وهودي كمان بس نحطهم هلا نشرح عنهم، بس نحطهم بالفرن شو بنعمل فيهم. طيب حشوات، عملنا حشوة بندورة مع حبق مع زيت زيتون، وبقلبها في مثلا شقف من السمك المسلوق مثلا أو اللحمي، حبة قريدس بقلبها، من شو بتحبوا، دجاج، من الخضرة، يعني يلي بدكم إياه فيكم تحشوا هالشعيرات أو هاللفائف العصملية. أنا اليوم شو عملت؟ جينا حشيناهم نحن بالفستق الحلبي، يعني ما بدي غير إنه بتاخذوا فستق حلبي، أنا خلطتهم شوي صغيرة مع شوية زبيب، بتحطوهم بقلبهم ومنحطهم بالفرن، بيطلعوا بيعقدوا بجنوا بيحمروا عنا، منطلعهم لبرا ومنحط عليهم او القطر او العسل مثل ما عامل الشيف شادي اليوم، وبيصيروا عنا بهالطريقة. يعني كمان شغلة جدا حلوة هيدي، كمان بالنسبة لهاللفائف مثل ما عملناهم، وحشوهم مثل ما بدكم، ممكن يكونوا سلي ممكن يكونوا سكري، سكري يعني حلو وسلي يعني ملح. اوكي رح هلا انتقل على يا شيف شادي، الحلو اللي عملتها اليوم هي حلو الحلبة. بتعرفوا الحلبة هي نوع كمان من المطعمات اللي نحن بنحطها كمان لكتير من الحلويات، ومنها كمان المعمول، فاليوم عملنا منها كمان وصفة كتير حلوة. بعد هلا بعد البريك رح تكتبوها قدامكم، هو حلو الحلبة وكعك السميد. أول شيء خلينا نشوف هلا من الفرن كعك السميد كيف الوضع تبعوله. واو كمان بلش، يعني فينا نعمل أشكال، طلعوا كيف اللي بدكم إياها. رح كمان ها رح حطهم شوي صغيره فوق تيبردوا، وبعد شوي صغيره منشيلهم. حشوتين عملناهم اليوم، او خلطتين او عجينتين. هالعجينتين اللي عملناهم اليوم للعيد هن تقريبا انا اخترتهم نفس الشيء. فينا نستعمل هيدي محلها وفينا نستعمل هيدي محلها، ما عندنا اي مشكله، بس بطريقتين مختلفتين مثل ما بيقولوا. اوكي، واحد عملنا عجينة بالسميد الخشن مع الطحين، مع كمان الطحين الأسمر، يعني الأبيض والأسمر وكمان السميد الخشن. هيدي العجينة هي عجينة حلو الحلبة. شو حطينا بقلبها من المطعمات؟ من هلا أول شيء رح تكتبوها بعد شوي صغيرة بس نرجع من البريك، حطينا بقلبها من السمسم، حطينا بقلبها من حبة البركة، حطينا بقلبها كمان أكيد من الحلبة، وحطينا اليانسون أو حبوب اليانسون الحلوين اللي هن بتعاملنا كمان الأكل، طلعوا كمان بحبوب اليانسون شو حلوين بهالطريقة هيك، وحطينا بقلبهم من حبة البركة الكمون الأسود اللي كلنا كمان بنعرف هالكمون الأسود أو البافو أو البابافرو مثل ما بدكم، وحطينا من الخميرة بقلب العجينة. عجننا هالعجينة من بعد ما عجنناها بالمي وحطينا لها كمان زيت، يعني تصوروا الحلبة عجينة من السميد الخشن مع الطحين الأبيض مع الطحين الأسمر مع السكر مع المطيبات مع كمان الزيت النباتي والمي حدها، هيدي حلو الحلبة. أما بعد شوي صغير رح تكتبوا كمان الكعك السميد، هو بينعمل من السميد الناعم من الطحين من السمنة من الخميرة، وبعدين كمان بنزيد لها من المي بقلبها. طيب خلينا نرجع لهون. هيدا هون هالعجينه من بعد كمان ما خمرت عندي عجينه حلو الحلبه، باخذ انا هالعجينه بهالطريقه، طلعوا كمان شو حلوه. هالعجينه فيني اعمل منها كمان كعك، كعك يعني حبوب حبوب، وفيني اعمل صينيه، يعني صينيه كيف يعني؟ يعني انا بجيب صينيه هيك، طلعوا كيف؟ من دون ما ادهنها شيء، لانه هي كمان العجينه في بقلبها من الزيت، كبايه زيت رح تكتبوها بعد شوي، بحط هالعجينه بقلب الصينيه، بمدها كاني عم مد الصفوف انا او عم مد النموره مثل ما بدكم، طلعوا كمان شو حلوه وشو هينه، لانه كمان بس تخمر بصير مدها هين من دون اي مشكله. طلعوا شفتوا شو حلوه؟
وهان عجينة بس مدها بهالطريقة بنفس كمان العلو، يعني السماكة بتكون نفسها. شو بعمل من بعد ما بدأ؟ بجيب أنا سكين وبجي بقصها بالسكين. كيف بتقصوا النمورة، البسبوسة، نفس الموضوع، يعني أنا باخدها هيك بقصها قبل، طلعوها، رح كمان مكبر كمان هالمربعات تبعولها كلها كلها يا شيف شادي، بقلبها السمسم كمان اللي بيعقد وهالحبة البركة بهالطريقة، طلعوا كيف؟ نجي على النص بهالطريقة هيك، وبناخد كمان قصيناها كلها سوا، وبننتظر على القليلة ساعة قبل وضعها بالفرن، هيك بتكون خمرت أكثر وأكثر، وبعدين بنحطها بالفرن على حرارة 180 درجة تستوي عندنا بطريقة منيحة حوالي 25 دقيقة، بس نطلع على برا ما نحط عليها الشيرة أو القطر، وبس ترجعوا رح أرجع خبر وكفي الحكاية. بريك. شغال التقطيع، تقطيع تقطيع هيك شغال بي بي بكل هيك روية وحب ومحبة، خاصة اليوم مع أيام العيد. حاسة حالي غير شخص عم يحكي. آخر محطة من ورشة ملح مع الشيف شادي. بونجور. أنا جورجيت. أهلا فيك. إيه عن جد؟ مش حاسة حالي أنا. ليش؟ ما بعرف. بالعكس هيك، بالعكس أنا مبسوط. إيه. أنت كيفك؟ منيحة؟ ينعاد عليك بالصحة والعافية، عليك وعلى عائلتك وعلى كل المشاهدين، وبرحب فيكم من جديد لآخر ربع ساعة اليوم، نهار العيد الحلو. بك تطبعيني؟ عم فكر. إيه هيك عم تعطيني أفكار. شكل كعكة بوجهي. إيه عم باخذ أفكار. لك غيدة، قبل كنت عم بحكي على حكاية طويلة عريضة، فيلم سينمائي، أوكي؟ أمريكاني، بتعرفي، أوكي؟ طويل عريض. أنت بتغار مني بالسينما أصلاً. عن موضوع سوري، بالحديث عن السينما، خلينا نطلع بس نحط بالسينما. أوف أوف أوف. خلينا نحط بالسينما. طيب. ليك هون شو عملنا؟ جبنا العجينة، هالعجينة الحلوة اللي هلا بده يكتبوها قدامهم، وهي حلو الحلبة، هيدا كثير عالم ما بيعرفوها، بس عن جد عن جد يا غيدة، ويا ريت هلا بتدوقي بعد شوي صغيرة شقفة، لك قد صغيرة هيدا زمانك. طيبة؟ دقت اوريدي، شو فكرة؟ يا ما انتبهت، ما تتخيلي قديش طيبة هالحلو الحلبة. من بعد ما عملنا العجينة، يعني أول شيء بيخلطوا المواد الجافة اللي عم يكتبوها قدامهم، بيخلطوها كلها مع بعضها، بعدين بيضيفوا الزيت، بصير عندهم عجينة مفتفتة. جاي من كلمة فتفتة. فتفتة، نعم. يعني مثل البرغل الصغير، بعدين بضيفوا عليها السائل، بصير عندهم عجينة متماسكة، هيدي العجينة شو بيعملوا فيها؟ بيتركوها تخمر لمدة ساعة، بعد ساعة مثل ما عملت أنا بيمدوها بقلب صينية، بيقطعوها مثل ما أنا قطعتها، وبينطروا كمان من جديد ساعة قبل ما تحطيها بالفرن. أوكي. بتعرف عندنا بصيدا بيعملوها كلها من حبة البركة. كلها كلها كلها. بتطلع الأصحى. أصحى؟ ايه ما بتعرفها؟ لا. عم ندوق اياها. ايه شو هي؟ كلها معمولة من حبة البركة. اه يعني كلها معمولة. هيدي حلو كتير كتير معروف من صيدا. حبيت الموضوع هيك شي نهار كمان جايبين لنا شوي، ولا مرة بيجيبوا لنا شي من صيدا يا شباب؟ مين قال لك؟ بنجيب لك. هن ما بيجيبوا لنا شي، صرنا 10 سنين تلفزيون المستقبل، ما حدا جاب لنا شي من صيدا. صاروا 10 من ورا ظهري. ايه كلها معمولة مثل شكلها مثل البراونيز، كلها معمولة من حبة البركة. حبيت الموضوع. اوكي. من بعد ذلك بنشويها على حراره 180 درجه، بدها حوالي 20 25 دقيقه. اكيد ممكن يكون فرن بده 30 دقيقه، هن جربوا الفرن تبعولهم كيف. وبعد ذلك بنطلع على برا، بيكون عندنا نحن القطر، القطر بيكون سخن مثل ما كان عندي القطر سخن قبل بشوي. صح. المطعم كمان القطر، عملنا كل 2 كوب من السكر، كوب واحد من المي، غليوا حوالي شي 10 دقائق، بعدين ضفنا لهم، طفينا تحتهم، ضفنا لهم من عصير الليمون مع مي الورد ومي الزهر. ضفنا من بعد ما طلعنا حلو الحلبة لبرا، ضفنا عليه القطرات الحلوين ونطرنا حتى يبرد، وبلشنا على طلع الجمال تبعولهم. عم نجي نحن بهالطريقة نحطهم، ولا أطيب من هيك يا شيف شادي. طلعي 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 هلا هون، طلعي هون هيك، وهيدا هون هيك، طلعي كيف، وهيدي كمان رح شيلها حطها هون، حتى لو مقطعة بهالطريقة بيعقدوا بجنب. وهيدا هون فينا كمان نجيب من الفستق الحلبي شوي صغيرة كمان. ونجي نزينهم مثل ما بيزينوا كل الحلويات. هون فستق حلبي وزبيب. وزبيب انا خلطتهم مع بعضهم، تحشيت قبل شوي صغير اللفائف كمان او الرول. صح. تبع كمان عجينه كمان القص مليه، وهيدا لقلك الصحن، طلعي شو حلوين. مرسي. كمان فيكي تاخذي معك هديه مني لاهلك بصيدا. اهلي بهنيك. جيبوا لي شو اسمها هيدي؟
اسحب اسحب برافو هلا طيب. اهلي ببيروت بيروت بس طيب برافو عليك ينعاد عليهم بالصحة والعافية دايما اهلي ببيروت ولاقي كمان هون الكعكات اللي عملناهم كمان قبل بشوي رح نحكي هلا اول شيء خلوني اشرح بس الكفوف من ايدي لانه يلا. كمان القطر ونجي كمان اشرح لي كفوف لتشرح عن الاكلة يلا هلا شو بدي اقول العجينة الثانية اول شيء هيدي العجينة تبع الحلو الحلبة بكره رح اشويها الصبح من جديد اوكي هيك كمان بتكون ترويقة كمان على الصبح من جديد جينا جبنا عجينة تانية عملنا شيء اسمه كعك السميد اللي هو بينعمل من السميد الناعم كمان بقلبها في سمنة رح يكتبوها هلأ المشاهدين قدامهم عم يشوفوها هلأ كمان قدامهم انعملت العجينة هيدي كتير جعبالي اكل هاي واو بس فيني؟ قبل 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 هاي هاي عم طيب هلأ 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 فيك تكلي هيدي 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 اكلها طيب اول شغلة دي هون انا عندي كان بدي اقول شغلة في اليوم هيدي سألوني عنها شو اسمها تعرفيها شي هيك؟ شو اسمه؟ فيزاليس فيزاليس هذا الفيزاليس قريتيها بالانجليزي بس عنا بس بعد ما عرفت اسمها بالعربي ايه بالعربي هي عندها اسم مصري يتداول في الدول العربيه جميعها يتداول يتداول برافو عليك اوكي شو هو؟ شو اسمه؟ حرنكش انت تقول يتداول وانا بقول حرنكش اسمها حرنكش؟ حرنكش والله كثير طيبة بتعقد بس في عندها اسم أكثر معروف مع لمعلوماتي لا بس كمان كثير وأطيب من هيك فيهم كمان يشتروها إذا حدا كمان لقاها رح نشوف كمان كيف بنشتغل فيها بعد شوي وهذه هي العجينة اللي عملناها وهلا نطرناها تخمر شوي صغيرة من بعد ما هالعجينة تنعمل يا غيدة شو بينعمل فيها هيدي العجينة؟ أكيد بينعمل فيها معمول صحيح يعني فيني أنا أجي آخذ أنا كمية منها طب معمول معمول عملنا معمول ليكي هون اعملها روم بهالطريقه فيني احشيها وفيني ما احشيها اوكي احشيها تنقول اي نوع من الحشوات اللي بتعرفوها تتعملوا معمول يعني طيبه ما هي طيبه مش هيك طبعا انا كثير بحب العسل سو مبسوطه فيه انه ناشف وهيدي كمان حلو السميد بس واحد يعملها في يحشيها اي نوع من الفواكه انا جايب معي اليوم حرنكش بس نشيل البذر منه عندنا كمان احنا هون من الجاص عندي من العنب عندي من كمان من الخرمه عندي من الدراء عندي من الموز شو ما بدك بتحشي بقلبها ما بعرف انا عندي هون حبتين عنب حطي حبتين عنب بقلبها اذا بدك اوكي اي نوع من كمان الفاكهه هي حبه وهي حبه بدون ما تشيل البذر منه ان شاء الله العنب ليش عندي العنب بس تاكليها بس تاكليها ليش تاكل بذره هيدي ولا هدول سيدلس هدول بلا بذر لا هودي ببذر بس واذا كان انا ما بحب البذره طيب اذا ما بتحب البذره العالم كلها صارت هلا بطلت تاكل بذر بس انه بتصور ثلاث ارباع العالم بيشيلوا البذر مش ابدا بعتقد بعتقد 1% من العالم 1% انا منهم هلا صحيح فريدي من نوعي بس مش هلا لاقي كمان هون شفنا نعمل طلعت وفينا اوكي بتصير عندنا ايه افتح اعملكم شوي ونرجع مسكرها شوي هون طلعوا كيف وبنجي نحطها بهالطريقه وبنجي نحن نعملها بهالطريقه هيك وفينا كمان نعملهم خلينا شايفين للمشاهدين اذا بدنا نعملهم كمان بالقوالب هودي البيتوتيك كيف ممكن يطلعوا وراح فرجيهم كمان طريقه كمان ثانيه راح اخذ كمان حبه بهالطريقه طلعوا ها هيدي هون جينا وحطيناها هيك نرجع ناخذ كمان وحده اوكي حشوها مثل ما بدكم اوكي فيكم تعملون انا قصدي مثل المعمول اللي بنعمل بالبيت وفينا نعملهم هلا باشكال مختلفه رح نشوفها بعد شوي صغيره ما هيك كمان هيدي هون طلع اذا كان عندنا هون قالب عندنا هون اثنين وعندنا هون ثلاثه وهيدا كمان ها هيدا واحد وهيدا كمان هون عندنا اثنين وهيدي كمان هون عندنا ثلاثه ودغري بنحطهم هون يا غيدا بصينيه ودغري لوين بيروحوا؟ على الفرن، الفرن ما بيكون حرارته كثير عاليه ما لازم تكون او اذا كان محمم من قبل فينا نوطي حرارته ل 160 درجه بيحمروا من برا بيصيروا مستويين ما في اي مشكله، هاي طريقه وحده مشان نعملهم، طريقه ثانيه فينا كمان نحشيها لهالكعك السميد، شو بنعمل؟ نجي نحن ناخذ قدامنا ما بعرف بوبي بيبر او اي ورقه من النايلون بنحط عليها كمان حل عجيني بهالطريقه هيك طلع كيف ومنجي نحن هون بنمدها وهيدا كمان هون ممكن تكون الحشوه هي تمر ممكن تكون الحشوه فستق حلبي كيف الكعكه التمر صح فيها كمان تكون بهالطريقه رح فرجيكي كمان هون كيف انت فيك تمديها وكيف فيك تلفيها وكيف فيك تقطعيها وشكلها بيعقد وبتشوها نفس الشيء يعني هون عم نعطي افكار عديده تتستعملوا هالعجينه السميد اللي عملناها اليوم طلعها وانا هلا هيك الشفشادي شو بيعمل بيشيل بهالطريقه هيك وبنجيب نحن تنقول اي حشوه بدك انا عندي حشوه الفستق الحلبي فستق مع الزبيب مع الزبيب طلعي يعني. انا فيني احط اي حشوه بدي بقلبها بالكميه كلها سوا طلعي ها واجي انا انشر هالموضوع بهالطريقه اوكي طلعي كيف توزيع عادل توزيع عادل برافو عليك ها ليكي كيف وبرجع كيف عم بعمل السوشي مثلا
او عم بعمل انواع من ال ايه انواع من السوشي فيني اقول. طلعي كيف بجي بلفها كلها سوا بهالطريقه، نبرمها من هون لا تسكرها مظبوط، وهون كمان نبرمها كمان بهالطريقه، منشيل نحن هالعجينه لبرا وبنجي منبلش. طلع كيف، وانا بنجيب سكين منشيل اول شغله هون، بلش نقطع عليكي انا بس قطعها هيك. طلع كيف، فيني حطها بالفرن صح. يعني انا فيني هون محل الفستق الحلبي انا هلا حطيته، حط انت هلا عم تاكلي تقريبا نفس العجينه مظبوط، بس انا هون اسمع لا بدون انت عم تاكلي هلا هي العجينه نفسها مظبوط نفسها بس بدون شيء بقلبها، من دون شيء بقلبها. انا فينا نحشيها بهالطريقه ونشويها نفس الطريقه اوكي، وبس اطلع على برا كمان ما بنزيد لها شيء ابدا، نطلع كمان شكله شو حلو. فينا نحطهم بالفرن، في يكون تمر، في يكون فستق حلبي، في يكون جوز، في يكون فواكه، في يكون مربيات، في يكون عسل، اللي بدكم اياه. لكن احنا عندنا هون من هالكعكه الحلوه اوكي اللي عملناها، ممكن كمان نحشيها بكثير من الاشياء، وممكن نعملها بطريقه كمان كثير بتعقد، كما انه الاشكال الثانيه اللي ممكن تكون موجوده مثل ما شايفوا، فينا ناخذ كمان هيك هالكعك اللي متعودين عليه كثير كمان بالعيد بمناطق كثيره مثل تونس ومثل العراق. صحيح. بيجوا بيشتغلوها بهالطريقه. طلعي كيف؟ نفس الشيء حلو السميد، بيشوها بهالطريقه هيك قد ما فيكي رقيقيه، قد ما فيكي رقيقيه. اوكي. وبتعمليها بترميها على بعضها، طلعيها تمسكيها هيك بترميها على بعضها وبتجي بتحطيها مثل هيدي اللي انا اكلتها، يعني مثل هيدي اللي انت اللي اكلتيها. ايه. يعني هلا صار عندنا نحن كل هالاشياء اللي نحن عاملينهم هون. هلا بدي اقول شغله بالنسبه كمان لهالرول او لهالعجينه العصمليه اللي نحن بس طلعناها من الفرن اليوم، ما حطينا عليها عسل، ما حطينا عليها قطر، حطينا عسل. يعني نحن اجى حطينا عسل هون، عملنا كمان هالحلو السميد او حلو الحلبه بطريقه كثير حلوه، شفتي كمان شكله شو حلو. وهون عندنا كمان المعمول. طيب بدها بعد عندنا وقت خمس دقائق. لكن نحن هلا هون عملنا هيك وعملنا هيك، هلا في شغله بدنا نعملها، انه انا عندي كمان هون صينيه، هالصينيه من بعد ما نحط عليها هالاشياء كلها سوا بهالطريقه هيك، فينا كمان نجي عليك شوي لانه انا بدي احضرهم كمان هودي لبكره. اوكي. كلهم سوا طلعيها شيليهم هيك يا شيف شادي، قطعهم كلهم سوا رح يكونوا للترويقه لبكره. طلع شكلها مثل ال هلا رح فرجيهم للمشاهدين، لانه الحلاوه اللي بقلبها فستق 100%. اللي بدي اقول انا شغله انه هلا ممكن المشاهدين ما يكون عندهم هودي القوالب، فاذا ما كان عندهم القوالب صارت الشغله كمان كثير هينه. رح نشوف كمان ها طلع كيف بهالطريقه، بتجي تعمليهم مثل السنيوره مظبوط، مع هيك مثل شكل السنيوره، وبنحط عليهم اذا بدك كمان من الزبيب كمان بقلبهم بهالطريقه هيك. تغرزيها بقلبها او تجيبي لوز او تجيبي شو ما بدك. يعني نحن اليوم من هذا النوع من الكعك فينا نعمل مليون شغله. اوكي. تذكري شو اسمي هالدسير اللي عملناه اليوم؟ عملنا كعك السميد. كعك السميد. اوكي. وعملنا حلو الحلبه. حلو الحلبه انا برايي عملنا العسمليه وحشيناها بالفستق والزبيب. اوكي. وحطينا عليها قطر. طيب مش قطر، عسل. طيب شو الفرق، شو الفرق بين حلو الحلبه والكعك السميد انت برايك؟ يا ده حطيت فيه شو اسمه يعني عسل، يعني حطيت حبه البركه. لا العسل حطيناه هونيك بشو اسمه، هيدا حطيت عليها كمان، حطينا لا حطينا قطر. هيدي قطر حطيت عليها مظبوط. اوكي المشاهدين ايه؟ بس الفرق انه نحن بحلو السميد شو عملنا، جينا حطينا سميد الخشن مع الطحينه العادي، وحطينا له بعدين من الزيت، وحطينا له بعدين من المي اكيد في بقلبه من السكر، وضفنا له من حبه البركه والسمسم. رجعنا اما هونيك استعملنا السميد الناعم مع كمان الطحين، وحطينا بقلبه السكر، بس جينا شو اسمه عجنه بالسمنه. وانا بدي اقول لك نعم، ينعاد عليك بالصحه والعافيه يا رب، وعليك. وان شاء الله يا رب كل ايامكم اعياد، وان شاء الله كمان بكره رح يكون نهار بعقد بجنن، رح يكون كمان نهار مليء بالمفاجات. وحزان مين بكره؟ مين بكره؟ بكره مين مين مين؟ هيك قولي لي كل العالم مين اللي بدي اقول له، هو الشخص الوحيد اللي ما بدك تقوله بالاسامي. انا مفكر جوزيف رح يكون معي اليوم. ايه طلع لك بكره. وكنت بحضر له اليوم تحضيرات. على كل حال بكره بكره اللي راح يصير، كل العالم متعوده على الكليج رمضاني. مش مزبوط؟ مزبوط. يعني انت اليوم قليل تتلاقي الكليج خارج رمضان. بخارج رمضان مزبوط. هلا حتى هلا اذا بتروحي انت بتدوري تجيبي كليج او عجينه الكليج ما بتلاقي. طيب السؤال هلا لكل المشاهدين اليوم، اذا نحن اليوم ما عندنا عجينه الكليج معنا، لانه شو بنعمل؟ شو بنعمل؟ اي عجيني او اي شيء فينا نستعمله نحن تيصير عندنا كليج، ان كان مقلي
او ان كان كلاج نايب القشطه؟ هذا سؤال كمان لكده المشاهدين. هذا سؤال كمان لبكره. اجابات ولا حتعطيهم الجواب هلا؟ بكره اذا الله راد رح يكون هو انه بكره رح نعمل الكلاج النعي بطريقه كثير حلوه باوراق كثير حلوين، رح يشوفون كيف اني موجودين دائما كل السنه وطيبين كثير، ورح تنعمل بطريقه كمان كثير حلوه، فرح تشوفي كمان بكره مع جوزيف كيف جوزيف رح يعمل هالكلاج النعي بالقشطه. شفت؟ فبكره رح يكون كمان عندنا الكلاج النعي ورح يكون عندنا وصفتين كمان زياده مخصصين للعيد. اما الشغله اللي بدي اقول عنها هلا بعد عنها دقيقه، سوق الطيب. ايه سوق الطيب اليوم بلبنان عم يعمل ابداع كثير حلو. سوق الطيب اليوم صار له من مده طويله عم يجي يشجع الاشخاص او النساء الاجانب الموجودين اليوم بلبنان تكمان يفتحوا مجال لحالهم بالطبخ وبالاكل، اولا مشان يعرفوا كمان العالم على الطبخ، تنقول الفلبيني او الاثيوبي او البنغلاتشي او غيره او غيرهم، واثنين مشان هالبنات او هالنساء يعيشوا بطريقه كمان محترمه اوكي وحلوه. فكمان اليوم بعالم الصباح ورشه ملح رح نحن كمان نحط ايدنا بايدهم نهار الثلاثاء ونهار الاربعاء وكل شهر هيدا اذا الله راد، كيف نحن اليوم بدنا نشجع هالنساء اوكي تيطبخوا بطريقه حلوه ويتعرفوا عليهم كمان المشاهدين بطريقه ممتعه اوكي، وياخذوا منهم افكار شو في بالمطبخ الاثيوبي مثلا. بتعرفي مثلا انا ما بعرف مزبوط، شو في ببنغلاديش، شو في بالفلبين، فنهار الثلاثاء والاربعاء رح يكون معي بنت من او امراه من بنغلاديش وامراه كمان من سريلانكا. اها خير، مشان شو نعمل؟ نعمل اكل سريلانكي واكل بنغلاديشي بطريقه كثير حلوه، هيك كمان تشجيع لهالاشخاص او للاجانب الموجودين بلبنان وتشجيع كمان للسوق الطيب، وان شاء الله كمان كل الاشخاص او الاجانب اللي عم يسمعونا وحابين كمان يشتركوا فيهم كمان يحكوا. شكرا، بشكرك يا غيدة كثير، بشكركم كثير، عاد عليكم بالصحة والعافية، وإن شاء الله كمان يكون تكملة نهاركم بعقد إن شاء الله. باي. يا رب، أكيد شكرا كثير شيف، ينعاد عليك وأكيد ينعاد على الجميع، على جميع المشاهدين وين ما كنتوا عم تتابعونا بكل أنحاء العالم. نهارنا نحن بعالم صباح لليوم خلص، إنما أكيد بتتابعوا برامج تلفزيون مستقبل. بكره مثل ما قال لكم شيف شادي رح يكون معكم جوزيف بعالم صباح، أنا بشوفكم نهار الثلاثاء، أكيد بقية نهار حلو، باي باي. Time.